الفنان محمد صالح من شعبة الأنظمة والإدارة الإلكترونية في مركز تكنولوجيا المعلومات الجامعة التكنولوجية. الفيديو هو محاضر عن الويندوز العملي لطرائق كفاءة حاسوب لترقية التدريسية. تتكون نافذة العمل في الويندوز 7 من جزئين. الجزء الأول هو سطح المكتب أو ما يسمى بالديسكتوب، وهي المساحة الخالية اللي نجد بها مجموعة من الأيقونات أو شكلين من الأيقونات. الأيقونات الرئيسية اللي تتمثل بالنتورك والكمبيوتر والكنترول بانل والريسايكل بن، أو الأيقونات الأخرى اللي هي عبارة عن مجموعة من المجلدات أو ما تسمى بالفولدرز، أو شورت كات إلى مجلدات مخزونة عندي، أو شورت كات لبرامج منصبة على الحاسبة مالتي. الجزء الآخر هو شريط المهام اللي هو هذا، أو ما يسمى بالتاسك بار، بحيث نشوف في الجهة اليمين للتاسك بار موجودة عندي هاي التفاصيل، منها اللغة أو اللغات المستخدمة عندي اللي هي اللغة الإنجليزية والعربية، أو ممكن أن تكون معرفة عندي لغات أخرى ممكن استخدامها بالطباعة. فمثلا إذا أردنا نحول لغة الكيبورد مالتي من الإنجليزي إلى العربي، مجرد نضغط على هذا الاختيار راح يتحول أو راح تتحول الكيبورد عندي إلى اللغة العربية، يعني من أطبع راح أطبع عربي. كذلك ممكن تحويل لغة الكيبورد إلى الإنجليزي أو إرجاعها إلى الإنجليزي بالضغط على الإنجليش، راح تتحول اللغة من العربية إلى الإنجليزية. كذلك راح نشوف عندنا الصوت أو ما يسمى بالسبيكر، ممكن نخفض أو نرفع الصوت عن طريق التحكم منه، أو ممكن نسوي ميوت أو كتم للصوت عن طريق الضغط على الميوت سبيكر. إضافة إلى ذلك راح نلاحظ موجودة عندي مجموعة الشبكات الإنترنت المتوفرة أو اللي أنا مسويت لها كونكشن في قائمة أو بهاي القائمة نشوفها. ممكن أن نشوف أو نلاحظ موجود عندي الديت والتايم أو ما يسمى بالوقت أو التاريخ للحاسبة. بالنسبة للوقت والتاريخ ممكن التحكم به بعدة اتجاهات، ممكن عن طريق الضغط عليه راح يطلع عندنا على شكل ساعة وعلى شكل كالندر بتاريخ اليوم والشهر والسنة. وهنا نشوف الساعة بالوقت مالتنا، وممكن التحكم أو تغيير الوقت والتاريخ بالضغط على Change Date and Time Setting، Change Date and Time، منا راح نقدر نزيد الساعات والدقائق والثواني، ممكن أن نغير مساء وصباحا من هنا، وممكن نغير التاريخ مثلا نغيره إلى 6، نضغط على أوكي. أوكي هنشوف تاريخي يتغير إذا عندي إلى
6/1/2021 أو عن طريق ضغط right click adjust date and time. وبنفس الأسلوب رح نرجع على change date and time ونرجع التاريخ إلى 5 بالشهر. أوكي أوكي رح نرجع التاريخ إلى 5/1/2021. شريط المهام نشوف باليسار عندي الستارت منيو أو قائمة الستارت. بالضغط على قائمة الستارت رح تظهر عندي قائمة تحتوي على مجموعة من البرامج الموجودة عندي أو المنصبتها أني على الحاسبة مالتي من الـ All Programs. نضغط على الباك نرجع للبرامج اللي موجودة عندي ومن نأشر على أي وحدة من هاي البرامج راح تطلع لي Recent فايلز اللي موجودة عندي أو مجموعة الفايلات اللي هي إحنا فتحناها مؤخرا. إضافة إلى مجموعة البرامج الملحقة اللي هي Notepad أو Calculator راح نشوفهم أو نشوف مجموعة من البرامج الملحقة الموجودة عندي. كذلك بالستارت منيو راح ألاحظ أكو عندي شت داون أو المكان اللي عند الضغط عليه راح يكون إطفاء للحاسبة وممكن نسوي ريستارت إعادة فتح الحاسبة بالريستارت واللوك واللوك أوف والسويتش يوزر. هاي كلها نشوفها بالستارت منيو. بالنسبة لشريط المهام ممكن نغير موقع شريط المهام ممكن نغير موقع عن طريق رايت كليك على شريط المهام Properties. حنلاحظ اكو عندي تاسك بار لوكيشن اون سكرين وبي قائمة منسدلة من نضغط عليها راح تطلع لي الاتجاهات الاربعة اللي ممكن ان نغير بيها التاسك بار. على سبيل المثال هو بالبوتم ممكن ان ناخذه او نغيره الى الليفت ونسوي له ابلاي. راح تشوفون انه التاسك بار انتقل من الجزء الاسفل من الشاشة وانتقل الى الليفت او على الى اليسار. ممكن تغيره الى اليمين ابلاي راح يطلع عندي على يمين الصفحة او الى التوب ابلاي راح يطلع عندي في اعلى الصفحة في اعلى شاشة عندي. وممكن ارجعه الى الاسفل ابلاي راح نشوف عن طريق التاسك بار لوكيشن اون سكرين ممكن نغير اتجاه او اتجاه وضع التاسك بار على الشاشه. بالاضافه الى هذا نشوف انه الايقونات اللي موجوده عندي على التاسك بار ممكن ايضا تغيير الحجم مالتها. احنا نشوف هنا بالتاسك بار عندي مجموعه من الايقونات خلينا نقول مثلا قليلة هي ممكن إضافة أيقونات أخرى للتاسك بار وبالتالي حتى تظهر كلتهم ممكن أن نصغر حجمهم وذلك عن طريق رايت كليك على التاسك بار
properties اختار use small icons راح أشره وأقول apply. هنلاحظ أنه الأيقونات اللي موجودة عندي بالتاسك بار راح تصغر أو تأخذ حجم صغير. ممكن أرجعها إلى حجمها الطبيعي عن طريق رفع التأشير من الـ Use Small Icon و Apply، راح ترجع إلى وضعها اللي كان سابقا. ممكن إضافة برامج أخرى إلى التاسك بار للوصول السريع بالتأكيد، راح يكون أما عن طريق الستارت منيو وسحب البرنامج أو التطبيق اللي أريد أضيفه على التاسك بار بسحبه وإفلاته على التاسك بار مباشرة، راح يكون عندي موجود مثلا الوورد، سحبته وخليته على التاسك بار. ممكن الأوفيس كذلك، عفوا الأكسل كذلك، ممكن سحبه ووضعه على التاسك بار للوصول السريع بالتأكيد. ممكن هاي الطريقة الأولى، ممكن عندي طريقة أخرى، أي برنامج أني أوقف عليه رايت كليك بين تو تاسك بار راح يظهر عندي هنا. هنلاحظ أنه التاسك بار بمجموعة من البرامج ممكن الوصول إليها بسرعة عن طريق الضغط عليها. ضغطنا على الوورد، شوفوا مباشرة راح يفتح عندي الوورد بشكل هذا وممكن التعامل وياه أو العمل عليه. حتى أرفعهم أو أشيلهم من التاسك بار أوقف على الأيكون اللي أريد أتخلص منه رايت كليك unpin this program from task bar، فقط رايت كليك عليه unpin this program from task bar. هنشوف انه الايكونز اللي ضفتها راح اشيلها من التاسك بار. هاي بالنسبة للتاسك بار اللي موجود عندي او العمليات اللي ممكن ان اسويها التاسك بار. اضافة الى هذا ممكن التعامل ويا اتجاه التاسك بار بطريقة اخرى اللي هو طريقة اللوك للتاسك بار. من اضغط على اللوك ذا تاسك بار هنشوف انه التاسك بار يبقى بمكانه ما يتحرك. اما اذا رجعت رايت كليك وسويت له لوك تاسك بار شلت التأشير من عنده فاقدر اغير اتجاه التاسك بار عن طريق الدراج اند دروب أو السحب والفلات أو تكبير تاسك بار أو إرجاعه إلى شكله السابق. إذن عن طريق right click on task bar اللوك في تاسك بار ممكن أشره حتى أمنع تغيير اتجاهها أو تكبير حجمه أو رفع التأشير عنه، وبالتالي ممكن أن أغير اتجاهها أو التعامل ويا حجمه. هذا كل ما يخص التاسك بار.
نرجع الى الديسكتوب. ممكن من خلال رايت كليك اون ديسكتوب عن طريق الفيو ممكن تغيير حجم الايقونات اللي موجودة عندي على الديسكتوب اللي هم هذول. عن طريق الفيو ممكن اختار اللارج ايكون، هنلاحظ انه الايقونات اللي موجودة على الديسكتوب كبرت عندي او صارت بحجم اكبر. ممكن نرجع نختار سمول ايكون، راح تكون صغيرة او الايقونات عندي تكون صغيرة، او نرجعها الى الميديم ايكون اللي هو الشكل اللي احنا كان عندنا سابقا. ممكن نسوي سورتينج او ترتيب للايقونات اللي موجودة عندي على الديسكتوب بعدة اختيارات، اما عن طريق الاسم، هنشوف حيرتبهم عن طريق اسماء الفولدرات او الايكونز، او طبعا بالضغط على رايت كليك سورت باي سايز حسب حجمهم او حجم الفولدرات والسايزات مالتنا. الايتم تايب يعني التايبز اللي موجودة عندي لكل فولدرات ترتب حسب التايب مالتها، او سورت باي ديت موديفايد، هاي بالنسبة للسورتينج. او ممكن اظهار الايقونات او ترتيب الايقونات بالديسكتوب عن طريق، يعني ممكن انه اني ارتبها بشكل اللي اني اريده عن طريق الفيو والاوتو رينج، هاي راح يكون الترتيب لها اوتو، يعني اني من اغيرها ما راح تستجيب لان هو مغيرها بالطريقة عن طريق الاوتو رينج. اما اذا شلت الاوتو رينج فاني ممكن اتحكم بترتيب الايكونز على الديسكتوب. كذلك بالنسبة للديسكتوب تفاصيل اخرى ممكن ان نشرحها، اللي هي الجاجت او الادوات اللي ممكن ان تكون ملحقة او ظاهرة عندي كادوات ملحقة على الديسكتوب، اللي هو رايت كليك اون ديسكتوب الجاجت اضغط عليه راح تطلع لي قائمة الادوات اللي ممكن نضيفها الى الديسكتوب، اللي هي مثلا الكالندر مالتي. الكالندر مالتي راح تطلع عندي بالشكل هذا، ممكن اكبره ممكن اغلقه نهائيا، ممكن اضيف الوذر في حال انا هو اني عندي نت وممكن ان اشوف الوذر من هنا، الكلوك والسيتنج عليه، فممكن ان اشوف قائمة الجاجت او الادوات اللي موجودة عندي واظهارها كقائمة ملحقة، وممكن اغير مكانها بالمكان اللي انا اريده، وممكن اخفي عن طريق الضغط على الكروس. هاي بالنسبة لقائمة الادوات. ممكن ان اغير شكل الايكون للماي كمبيوتر مثلا، مو هذا الشكل التقليدي اللي موجود عندي، ممكن انا اغير شكل الايكون مالته،
شلون اقدر اسوي هيجي شيء؟ راح اضغط رايت كليك اون ديسكتوب بيرسونلايز واختار تشينج ديسك ايكونز. حنلاحظ انه الايقونات اللي مؤشره هي كل هالايقونات اللي ظاهره عندي على الديسكتوب. مثلا الماي كمبيوتر او الكمبيوتر اسوي له تغيير بشكل الايقون عن طريق ضغط على تشينج ايكون. على سبيل المثال راح اختار هذا الشكل، اضغط على اوكي واقول له ابلاي. حنلاحظ انه الماي كمبيوتر عندي او الكمبيوتر عندي تغير شكل الايكون مالته بالشكل اللي اني اختاريته او حددته بالتشينج ايكون. ممكن ان ارجع الايكون الى شكله او للديفولت فورمات مالته او للشكل الاساسي مالته او الاصلي مالته عن طريق الضغط على ريستور ديفولت ابلاي. راح يرجع عندي الايكون للشكل مالته القديم او الديفولت فورمات مالته. ممكن اي وحدة من هذه الايقونات ممكن تغيير شكلها بالشكل اللي احنا نريده عن طريق تشينج ايكون، ونختار الايقون اللي نريده وراها نضغط على اوكي وابلاي. راح يتغير شكل الايقون الى الشكل اللي اخذناه. ممكن ارجعها الى ديفولت عن طريق الضغط الى ريستور ديفولت. هاي بالنسبة لتغيير شكل الايقونات على الديسكتوب. اضافة الى ذلك ممكن انه نخفي النتورك على سبيل المثال بالضغط او برفع التأشير من هنا واقول له apply. هنلاحظ انه النتورك ايقون او وحدة من الايقونات الرئيسية اللي هي النتورك راح تنشال عندي او تختفي من سطح المكتب. ممكن ارجعها مرة لخ بالضغط على النتورك ابلاي، راح ترجع عندي او نشوفها موجودة عندي تظهر على الديسكتوب. هاي بالنسبة للايكونز اللي موجودة عندي على الديسكتوب. شكل المكتب او الصورة اللي موجودة ظاهرة على سطح المكتب ممكن تغييرها او اظهار مجموعة من الصور المتسلسلة في كل مرة، ويتم ذلك عن طريق right click on desktop personalize. حتظهر عندي هاي الشاشة. ممكن اختار اي وحدة من هاي الصور اللي موجودة عندي حنلاحظ انه صورة الديسكتوب عندي اتغيرت. ممكن ارجعها او ارجع الصورة القديمة نفس الاسلوب right click on desktop personalize اختار الصورة القديمة مالتي وارجعها. راح ترجع عندي هاي الصورة. اضافة الى هذا ممكن تغيير الصورة بالديسكتوب او عن طريق الضغط على الديسكتوب باك جراوند. حنلاحظ ممكن اختيار مجموعة من الصور
اللي هي غير ثابتة، مجموعة من الصور نختارها ونختار عرضها بشكل متسلسل، أو يكون السوليد كولرز يعني مجرد تغيير صورة الباكي جراوند مالتي إلى السوليد كولر. راح نلاحظ أنه الكولر عندي راح يتغير إلى لون اللي أنا اخترته. ممكن نرجع على صورتنا القديمة بالضغط عليها، راح ترجع الصورة مالتنا إلى صورتها القديمة أو الصورة القديمة اللي كانت سابقا. هاي بالنسبة لتفاصيل الديسكتوب. ننتقل الآن إلى الماي كمبيوتر، أو نفتح الماي كمبيوتر. نضغط على الماي كمبيوتر راح تنفتح عندنا النافذة الخاصة بمجموعة الدرايفز اللي موجودة عندي، اللي هي السي والدي والإي، والدرايفز الملحقة اللي هي السي دي أو الدي في دي، أو إذا كان عندي مجموعة من الدرايفز اللي مربوطة أساساً اللي هي مثلا الفلاش أو الهارد ديسك أو السي دي خارجي، كلها راح تظهر عندي بالماي كمبيوتر. حنلاحظ عندنا المنيو بار وهذا البار اللي موجود أمامي. بعض الأحيان من نفتح شاشة الماي كمبيوتر حنلاحظ أنه المنيو بار مختفي أو ما موجود. ممكن إعادة إظهاره عن طريق organize اللايات. هنشوف المنيو بار موجود. في حال إنه المنيو بار ما موجود مثل هالطريقة هاي، نرجع على organize layout نأشر المنيو بار. حنلاحظ المنيو بار اللي هو الفايل، الأدت، الفيو، التولز، راح يرجع عندي أو يظهر عندي مرة لاخ على الشاشة. بالنسبة للأيقونات اللي موجودة عندي نشوفها بحجم الكبير. ممكن تغيير حجمها عن طريق هنا اكسترا لارج ايكونز، يكون حجم كبير جدا اكثر من اللارج، او ميديام او سمول. طبعا هنا راح نغير طريقة عرض الايكونز اللي موجودة عندي، وهذا ينطبق على كل الفولدرز اللي ندخل او كل الدرايفز والفولدرز اللي موجودة بهاي الدرايفز اللي ندخل لها عن طريق الماي كمبيوتر. هنلاحظ ممكن تغيير حجم الايكونز بالتعامل ويا هاي المنيو. خلي رجعها الميديا حيكون شكلها مناسب. وممكن نغير اسلوب العرض مالتها، يعني مو فقط حجمها، اسلوب العرض مالتها. مثلا يكون على شكل ليست، او يكون على شكل ديتيل. الديتيل ينطيني تفاصيل الدرايف، الحجم مالته اللي هو التوتال سايز مالته، والمساحة الباقية الفارغة اللي هو الفري سبيس لكل الدرايفز اللي موجودة عندي.
او titles يكون بالشكل هذا او content بالشكل هذا. فأي طريقة عرض ممكن انه تخدمنا راح نعرض بيها الايقونات مالتنا. بالنسبة للاختيار اللي هو السيستم بروبرتيز، نضغط على السيستم بروبرتيز راح نلاحظ نشوف التفاصيل عن الكمبيوتر مالتنا. على سبيل المثال البروسيسور مالتنا، السيستم تايب مالتنا 32 بت او 64 بت، اسم الكمبيوتر مالتنا والفول نيم مالته اللي ممكن كذلك تغيير الاسم عن طريق التشينج سيتنج، ممكن نغير مجموعة من او التفاصيل على الكمبيوتر مالتنا من خلال التشينج سيتنج. هذا وين نشوفه؟ نشوفه على السيستم بروبرتيز. ممكن نشوفه باسلوب اخر على الكمبيوتر، رايت كليك بروبرتيز تنطيني نفس الشاشة اللي طلعت عندي قبل شوية. اعيد، ممكن ان نشوف تفاصيل الكمبيوتر مالتنا، البروسيسور، السيستم تايب مالتنا، اسم الكمبيوتر، طريقتين او باسلوبين. ماي كمبيوتر رايت كليك بروبرتيز تظهر عندي هاي الشاشة او هاي الويندو، او اضغط دبل كليك على الكمبيوتر مالتي او الايكون ماي كمبيوتر سيستم بروبرتيز راح تظهر عندي مواصفات او تفاصيل عن السيستم مالتي او عن الكمبيوتر مالتي. اكو عندي uninstall or change a program. بعض الاحيان نحتاج انه نصب او نشيل تنصيب بعض البرامج اللي موجودة عندنا، نسويها لها uninstall. اما منا uninstall or change program فراح اشوف اي برنامج اريد اشيله من الكمبيوتر مالتي، بضغط عليه واضغط على uninstall. ايش راح يصير عندي؟ راح ينشال البرنامج عندي، او عن طريق open control panel او منانة اللي هو programs and features راح تطلع لي نفس النافذة اللي طلعت عندي قبل قليل اللي بيها مجموعة من البرامج المنصبة عندي، وممكن رفعها او حذفها. بالنسبة لهاي الشاشة ممكن نفتح اي وحدة من هاي الدرايفز طريقتين. اما بالضغط مرتين على الدي او على الدرايف دي راح ينفتح عندي الدرايف دي، او الدرايف اي راح ينفتح عندي الدرايف اي، او عن طريق قائمة الستارت
واكتب run بالبحث راح يطلع عندي run. عن طريق الران ممكن الوصول الى اي فولدر او الى اي درايف موجود عندي. مثلا اذا اريد افتح الدي مباشرة بس اكتب مباشرة بس اطبع دي نقطتين واضغط على الاوكي راح ينفتح عندي الفولدر دي. اذا عن طريق run او اكتب بالسيرش run واضغط على run راح تطلع عندي هاي نافذة واكتب run او العفو اكتب اسفة اكتب دي نقطتين واضغط اوكي راح ينفتح عندي الدرايف او نشوف محتويات الدرايف دي بنافذة اخرى بالتأكيد او بالضغط المزدوج على درايف دي من ماي كمبيوتر راح يظهر عندي الدرايف دي او محتويات الدرايف دي. بالدرايف دي راح نلاحظ مجموعة او مجموعة من الفولدرز اللي موجودة عندي موجودة بالدرايف دي. ممكن اسوي فولدر جديد بالشكل التالي رايت كليك نيو فولدر اعيد رايت كليك نيو فولدر مباشرة راح الاحظ ينطيني فولدر جديد فارغ ومكتوب او منطي اسم افتراضي نيو فولدر. طبعا اذا عندي نيو فولدر راح يكون سيكوينشال اللي هو نيو فولدر 1 نيو فولدر 2. فبما انه انا عندي نيو فولدر فرأسا كتب لي نيو فولدر 2 راح اسمي الفولدر عندي تيست. نيو فولدر اسميه تيست 1 لان انا عندي تيست او اسم فولدر اخر هو تيست فسميته تيست هذا تيست 1. اللي هو هذا تيست 1. من افتح التيست 1 دبل كليك هنشوف التيست 1 فارغ ما يحتوي لا على فايلات ولا على سب فولدرز موجودة بي. على سبيل المثال إذا عندي سب فولدر داخل هذا الفولدر اسمه أي على سبيل المثال هذا الفولدر ممكن أن أجري عليه مجموعة من العمليات. على سبيل المثال أسوي له كوبي أو نسخ. عملية الكوبي تكون بعدة طرق. أولها أأشر على الفولدر اللي أريد أسوي له نسخ واروح على الاديت من المنيو بار اختار كوبي
او واني واقفة على الفولدر او مأشرة على الفولدر رايت كليك كوبي او عن طريق الكيبورد كنترول سي. اذا ممكن أنا اسوي كوبي بثلاث طرق، نأشر الفولدر edit حسبه edit copy او control c او right click copy. الكوبي والكات يحتاج لهم عملية لصق او عملية نسميها عملية الباست. فممكن اسوي او ورا ما اسوي عملية الكوبي مباشرة للأدت واقول له باست راح ينطيني كوبي اوف فولدر اي، او عن طريق رايت كليك واضغط على الباست راح نشوف ينطيني كوبي اخر، او الباست كنترول في بالكيبورد اضغط على الكنترول في راح يسوي لي باست اخر، فيسوي لي ثلاث اربع نسخ من الكوبي اوف اي. هاي بالنسبة للكوبي اللي هو اخذ من الفولدر نسخة وانزلها سواء على نفس الفولدر او في درايف اخر او في مكان اخر. عندنا عملية اخرى هي عملية الكات. مثلا الفولدر اي بالاديت اخذ كات، الكات يقطع من مكانه ويحطه بمكان اخر او يشيله من مكانه الحالي ويحطه في مكان اخر. على سبيل المثال ارجع احطه على المين روت مال دي، رايت كليك باست، راح اشوف انه انا عندي فولدر لاخ اسمه اي، راح ناخذ غيره على سبيل المثال كوبي اوف اي واقول له كات، ارجع اقول له باست. هنا نلاحظ انه شاله من التست 1 وخلاه على root of d اللي هو هذا. اذا الكات هو قطع الفولدر او الفايل من مكانه الحالي و لصقة في مكان اخر. ارجع واشوف ما عندي copy of a. ممكن تغيير اسم الفولدر اي عن طريق right click rename، مثلا ننطي اسم F1 على سبيل المثال، فنشوف انه الفايل صارت الى اعادة تسمية. الفايل عندي صارت اعادة الى تسمية، اما عن طريق right click rename او طبعا اكيد اني ضاغطة عليه او مأشرته او عن طريق الفايل rename. هاي بالنسبة لتغيير اسم الفايل. ممكن انه اتراجع عن عملية تغيير الاسم من الادت undo rename، راح يرجع عندي الاي الى
اسم القديم او الفولدر اي الى اسم القديم. فاما اشر عليه اما رايت كليك رينيم او واني مأشر عليه فايل رينيم راح يصير عندي راح يتغير اسمه وممكن ان اتراجع عن عملية تغيير الاسم من الادت اندو رينيم او ريدون رينيم راح يرجع الى اسمه وارجع اندو رينيم راح يرجع الى اسمه القديم. يعني ممكن ان اتراجع خطوة عن تغيير اللي اجري اني. هاي بالنسبة لتغيير اسم الفولدر او اسم الفايل خلينا نقول. ممكن ان اغير مجموعة من الاسماء للفايلات تكون باسم واحد بس تكون باسم متسلسل. يعني مثلا اغير اسمه الى F1 راح نشوف انه كل الفايلات عندي اللي اني مأشرتها راح تتحول الى ال F1 بس بتسلسل. يعني F1 F1 2 F1 3 يصير يعني يسوي له اندكسينج للاسماء يصير اندكسينج للاسماء او تتغير بشكل متسلسل. حتى اسوي select all وراح اضغط على الكنترول اي راح اضغط على الكنترول اي فراح يصير عندي select all. اما عن طريق الكنترول اي بالكيبورد او عن طريق الادت select all. بالنسبة عندي لتغيير تسمية الفولدرات وعملية السلكشن لها. ممكن للفولدر F1 ممكن إخفاء أو نسوي له هيدن أو نسوي هيدن. بالتأكيد راح أضغط أو أأشر على الفولدر رايت كليك Properties اكو عندي اختيار هيدن اشر عليه اسوي له apply هنشوف الفولدر عندي يختفي يكون ما موجود. الفولدر الاخ اللي هو الثاني اسفة right click properties هيدن ابلاي راح يختفي عندي. ممكن ارجعه اشر عليه ممكن ارجع اخفيه واذا اني غلطت وما طالعه من الشاشه مباشره اشيل الهيدن واقول له اوكي راح يرجع عندي. في حال انه اني خافيتهم شلون ارجع هاي الفولدرات المخفية او شلون اظهر عندي فولدرات مخفية من الاورجنايز فولدر اند سيرش اوبشنز من الفيو اكو show hidden files folders and drives هأشر عليه اقول له اوكي راح تظهر لي الفولدرز الموجودة عندي بس تظهر لي بشكل شفاف مو بشكل هالطاخ خلي نقول عليه. ليش؟ لان هي بالاساس هي hidden. ارجع
الـ Organize Folder and Search Options Views أو View Don't Show راح يختفون. أرجع أظهرهم Folder and Search Options View Show Hidden. أضغط على OK راح تظهر عندي. ممكن أرجعهم بطريقتهم أو بشكلهم الصحيح، أأشر عليهم Right Click Properties وأرفع الهيدن أو التأشير عن الهيدن وأبلاي راح يرجعون، راح ترجع الفايلات بشكلها الصحيح اللي هي لونها الأصفر الاعتيادي. أبي نشوفها بهالشكل. هاي بالنسبة للهيدن أو لإخفاء الفولدرات عندي. من العمليات اللي ممكن أن تجرى على الفايلز والفولدرز هي إضافة إلى الكوبي والكات والباست، هي عملية حذف أو ديليشن إلى الفايلز أو الفولدرز. مثلا عندي الـ F1 أريد أدلته. طبعا عملية الديليت عندي طريق أو بشكلين، يعني الديليت النهائي اللي هو ما أقدر أرجعه، والديليت اللي هو ممكن استرجاعه لاحقا، يعني مو ممكن أن نرجع الفايل مالتنا مرة أخرى. مثلا الفولدر اللي هو اسمه F1 ممكن انه أدلته بوقتي او ممكن استرجاعه، خلينا نقول عليه. اما رايت كليك ديليت هنشوفه يختفي من الفولدر او يمسح عندي من الفولدر، بس هو بالاساس راح يكون موجود وين عندي بالريسايكل بن اللي هو السلة. من ارجع افتح السلة راح اشوف F1 موجود بيها، وممكن استرجاع F1 بالضغط عليه رايت كليك ريستور هنشوفه يختفي من السلة عندي أو ريسايكل بن ويرجع إلى مكانه الأولي أو أول مكان اللي أنا مسحت منه اللي هو بالتست 1. هنلاحظ أنه F1 موجود عندي بالتست 1 يرجع مرة أخرى. إذا رايت كليك ديليت مباشرة يمسح من هنا عندي وينتقل إلى السلة، أو عن طريق الفايل ممكن أن أسوي له ديليشن من هنا. أما بالضغط عليه أو ممكن استرجاعه بالمستقبل راح تظهر لي مسج تأكيدية يس، راح نشوفه موجود عندي بالسلة وممكن استرجاعه بريستور. هنرجع عليه نشوفه موجود عندي او رجع عندي على تيست 1 او على الفولدر تيست 1. هاي في حال انه ندلت واحدة من الفايلات او الفولدرات بشكل ممكن استرجاعه. اما بالنسبة للديليت اللي هو بشكل نهائي او بوضع النهائي مباشرة
نضغط عليه. اما شيفت وديليت بالكيبورد او يكون له ديليشن مؤقت ومن السلة اسوي له ديليت، بهالحالة بعد ما يرجع عندي او حذف حيكون حذف نهائي، حذف الاف 1 هو حذف نهائي. نعيد الحذف النهائي يكون اما أأشر على الفايل اللي أريد أحذفه وشفت وديليت راح ينحذف نهائيا، أو ديليت مؤقت ومن أرجع للسلة ديليت راح ينحذف عندي حذف نهائي. هاي بالنسبة لعملية حذف الفايلات. نرجع على الفايلات الموجودة عندي، خلنفرض انه نسوي select all للفايلات اللي موجودة عندي. ممكن تغيير شكل الأيقونة أو شكل الفولدر. ممكن أغير شكل الفولدر مالتي عن طريق رايت كليك بروبرتيز كاستمايز تشينج أيقون. راح اغير مثلا شكل الايقونه مالتي، راح اغيره بهالشكل هذا الفولدر مالتي. او ممكن اسوي له ريستور ديفولت رجع على الشكل مالته، او ريستور ديفولت راح يرجع الى شكله السابق. هاي بالنسبة عندي للدرايفز والفولدرز اللي موجودة عندنا. نرجع للديسكتوب، ممكن إضافة برامج على الديسكتوب. مثلا عندنا الوورد هنا، ممكن أن نضيف هاي البرامج على الديسكتوب بالشكل التالي: رايت كليك نيو، نختار وحدة من هاي البرامج، مثلا خلينا نقول باوربوينت، راح تنضاف على الديسكتوب ايقونة او شورت كات لهاي البرامج. او رايت كليك من هنا سحبها ووضعها كشورت كات للمايكروسوفت اكسل مباشرة على الديسكتوب. اذا اما رايت كليك على الديسكتوب نيو
واختار وحده من هاي البرامج، او مباشره سحب هاي البرامج بالشكل التالي من الستارت منيو ووضعها على الديسكتوب مباشره. طبعا تنزل عندي على شكل شورت كات، يعني هي بالاساس موجوده لكن تنزل على شورت كات. هاي بالنسبه للبرامج. اما بالنسبه اذا بدت اضيف شورت كات تو فولدر، يعني هذا الفولدر يكون على شكل شورت كات على الديسكتوب، راح يكون بالشكل التالي. رايت كليك عليه، سنت تو ديسكتوب. هنشوف هو يبقى موجود عندي هنا، بس بالاساس يكون الدخول الى عن طريق الديسكتوب بشكل سريع. اعيد، ممكن اضافة شورت كات الى فولدر موجود عندي او فولدر او فايل موجود عندي على الديسكتوب، اضيفه على الديسكتوب وهو موجود عندي بوحدة من الدرايفز، على سبيل المثال درايف دي بفولدر اسمه اي، حتى اوصله بشكل سريع. هو راح يبقى بمكانه بس بالاساس يكون بالدي، لكن اسوي له شورت كات على الديسكتوب واقدر اوصل له من الديسكتوب مباشرة، او خلينا نقول عليه وصول سريع. ااشر عليه، رايت كليك، سنت تو ديسكتوب. هنلاحظ انه راح يتكون شورت كات الى الفولدر اي الموجود بالدي. الخزن مالته وجوده هو بالدي، لكن يظهر على شكل شورت كات على الديسكتوب. اذا ممكن اضافة شورت كات اوف بروجرام، اما بسحبه بشكل التالي او عن طريق رايت كليك نيو واشر على اي برنامج اريده، او ممكن اضافة شورت كات الى فولدر موجود بوحدة من الدرايفز اللي موجودة عندي للاستخدام السريع له. بالنسبة لتفاصيل الويندوز، وقت عندي شغلة الماوس. بالنسبة للماوس عندي شكله يكون على شكل سهم، ممكن بالمستقبل تغييره الى شكل اخر، او تغيير الازرار اليمين واليسار اللي الموجودة بالماوس. مثلا على جهة اليسار دبل كليك على اليسار راح يفتح لي الماي كمبيوتر على سبيل المثال. ممكن ان احول زر الضغط او النقر المزدوج الى جهة اليمين، احنا نستخدمه على اليسار ممكن نغيره الى اليمين، ويكون هذا الشيء رايت كليك على الديسكتوب بيرسونلايز. اكو عندي تشينج ماوس بوينتر، حنلاحظ هنا شكل الكيرسر. ممكن انا اغير شكل الكيرسر بالشكل التالي، واضغط على ابلاي، وممكن تغيير البوتن مالتي من اسوي له سويتشنج راح يتغير واقول له ابلاي. حنلاحظ انه من اضغط على الزر الايسر ما راح يصير عندي انتر، من اضغط على الايمن راح يصير عندي الماوس
شغل الماوس على الزر الأيمن. نرجع مرة لاخ، أضغط على الزر الأيمن رايت كليك بيرسونالايز تشينج ماوس بوينترز. اختار البتن، اشيل السويتشينج، ابلاي، راح يرجع عندي الماوس الى الشكل السابق. هذا كل ما يتعلق بمحاضرة الويندوز العملي، أتمنى الاستفادة، شكرا جزيلا.